دراجة نارية صغيرة الحجم تخترق جميع أجهزة القوات الأمنية بما فيها قيادة العمليات وقيادة الشرطة وأجهزة الاستخبارات وغيرها. لطالما صرح الخبراء بأن محافظة البصرة هي الأغنى ثروة والأفقر من بين المحافظات العراقية من حيث الملف الأمني، والنتيجة كانت هكذا: انفجار في تقاطع الصمود قد أدى إلى جعل ذلك المكان مقرا للحوم البشرية والأجساد المتطايرة. سالم وعلاء ذهبا ضحية السبات الأمني الذي تشهده عاصمة العراق الاقتصادية. نستنكر وندين بشدة هذا العمل الإجرامي الذي طال المدنيين، وهذا الانفجار بصرة الخير، بصرة الأمان، بصرة الأمن، لحقيقة أمن البصرة يهم أمن العراق جميعا. احنا نطالب حقيقة القوات الأمنية، جهات استخباراتية اليوم بالعمل وتقديم الجنات إلى العدالة ومن خلفهم، يعني نبعث برسالة أنه البصرة ليس ساحة للتصفية السياسية. البصرة اليوم هي أم الخير للعراق، أم العاصمة الاقتصادية البصرة اليوم، وبالتالي احنا نستنكر وكذلك نشد على أيدي القوات الأمنية بالضرب بيد من حديد لكل من يعبث بأمن هذه المحافظة. لابد أنه يصير نتيجة لهذا اللي صار، نتيجة أنه ينقذ، نتيجة أنه ينقذ هذا القاتل ويقام به القصاص العادل، ولو هو ما يفيد شيء بعد، هو ابننا راح، ابننا راح، شو يعوضنا احنا؟ خلف لأربع أيتام برقبتنا، شنو نجني احنا؟ وين دور العمل، دور القوات الأمنية، وين عملهم؟ تصريح خجول من رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة والذي لا يغني ولا يسمن من جوع، أثار استغراب الكثيرين من أبناء المحافظة وعدم اللامبالاة بدماء أبناء المدينة. أما سالم الذي كان ذاهبا لجلب العلاج لأحدى العوائل المتعففة والتي ليس لديها الإمكانية المادية للحصول عليه، ولكن هذه العائلة عند سماعها صوت الانفجار هل ذهبت لجمع ما تبقى منه أم بقت تتحسر على انتظار سالم؟ استخبارات يجب أن تأخذ دورها وتصل إلى الجنات. موضوع مفاجئ، ممكن أنه تقول البعض يقول ليش صار مفاجئ، ليش إلى آخره، لكن الفترة الأخيرة شفتوا أكو هجمات متفرقة قد تكون مثل ما يقولون أنه خلايا نائمة أو ما شابه ذلك. إغلاق للمداخل، متابعة المطلوبين. لا، إغلاق للمداخل هذا مو حل، يعني علينا أن متابعة المطلوبين أو متابعة الحادث وأسباب الحادث، وممكن أن الاستخبارات تأخذ دورها والأجهزة الأمنية متابعة، لكن إغلاق وسيطرات وإلى آخره هذا مو حلو. نحمل الحكومة المحلية في محافظة البصرة والجهد الاستخباري وغياب الجهد الاستخباري اليوم في محافظة البصرة كان سببا كبيرا ومؤكدا على تلك الجريمة التي راح ضحيتها علاء وسالم من عائلة واحدة. لا تجعلوا البصرة ملعبا لتصفية أعمالكم. تغيير القيادات الأمنية وإعادة النظر في بعضها بات المطلب الأساسي لدى أبناء المحافظة. سالم وعلاء اللذان ذهبا ضحية التفجير الإرهابي وتركا خلفهما 7 أيتام وذو الشهيدين يطالبون الجهات الأمنية بالكشف عن المجرمين. علي نعيم لقناة وطن، مدينة البصرة.